مشات جابت المرأة جدتها الدرية وامها لوالدها، بقى الدرية صغيرة عندها 3 أيام. اش كاين انا نصار عيني دابا اش كاين؟ قالت لها شوفي يا حفيدة، اعطي السيدة لامها، هذيك هي امها، انا لا تابع لا متبوع، ما تدخلينيش في هذا الشيء. بنت عمي لا شافت لي داع، شافتنا في الإداع، راه تحن بقلبها وترحم هذه السيدة. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كما تبعتوا معنا في الفيديو السابق اللي تناولنا في قصة إيمان لعدد كبير من المغاربة كيتبعوها، إيمان بشكل مختصر عندها 26 سنة، توفات الأم ديالها قبل ما توفى بثلاثة أيام، عطتها سر قالت لها أنا ماشي أمك وهذا ماشي باك. غيرت إيمان، تغيرت عند الحياة لما هو أصعب. مشاهدينا الكرام، الجمعية أو إذا صح التعبير الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، شخص الموسيقى الوطنية اللي قامت بالواجب وخدت الملف بشقين، شق إيجابي إنساني كتبحث بدقة في الموضوع، ويبقى الجانب الثاني اللي هو الإطار القانوني. التواصل ديال الأستاذة حسنة كان لها دور كبير في الموضوع، كما كان صرحت إيمان وتبعوا عدد كبير من المغاربة، عطت جوج الأسماء، عطت حافظة وعطات محجوبة. أول لقاء مع أمي محجوبة، حقائق تبعوا معايا. أمي محجوبة الله يسترك والله يحفظك، وتنتمنوا لك الصحة ديالك إن شاء الله. الناس كلها متبعة قصة إيمان، أنت اللي عارفة الحقيقة في الأول، كيفاش هاد إيمان تزادت، وكيفاش هاد المرأة اللي قبل ما تموت بثلاث أيام قالت لها أنا ماشي أمك وماشي باك، كيفاش أنتوما هاد البنية حضرتي لها نهار من طاطات؟ كيفاش؟ ها ساكنة عندي موت إيمان اللي مربيها، ربيعة ساكنة عندنا الفوق اللي مربيها، اللي مربيها. جات بنت عمي صابتها كتبكي، قالت لي مالك يا ربيعة بنتي؟ قالت لي هكاين أنا بغيت نطلب من الله يعطيني بنية. جريت تعيت ما كاينش، قالوا لي أنت ما تولديش. قالت لي وصافي تاتي يا ربي كبير. مشات بنت عمي ديك السيمانة. بنت عمك شكون هي باش نسفر؟ حفيدة، وراه حفيدة عارفة حفيدة. يوم مشات بركت مع السيمانة ولا شنو هي تجي، جات عندنا طلعت، قالت لها قالت لي فين ربيعة؟ قلت لها راه في الخدمة درك تجي. جات تسناتها حتى جات، قالت لها ربيعة أنا راني جبت لك اللي بغيتي اللي في نفسك راه لقيتو ليك. قالت لها غادي ديني دابا؟ قالت لها لا، حتى الغدا إن شاء الله وجيبك بنت عمي، راه بنت عمي كتعرف الدار. قالت لها واخا الغدا وليدي، مشينا شدينا طاكسي ومشينا. قالت لها مشينا دخلنا برك، رحبت بينا بركت انا وياها ربيعة في دار بنت عمي في الفيلا 111، الفيلا ديالها ديال حفيدة ديال حفيدة. بقينا باركين، بنت عمي خرجت، قالت الحفيدة قالت الربيعة عاودي معايا. مشات قلت لها نمشي معكم؟ قالت لي لا بركي احنا جايين عندك. مشات جابت المرأة جدتها الدرية وامها لوالدها، بقى الدرية صغيرة عندها 3 أيام، هذه عندها 3 أيام. جابوها بركنا فرحنا ضحكنا، قلنا بسلامة بسلامة، بقينا باركين. وليدي جات امها قالت لها جي نقول لك قولي لي الصراحة دابا اش غنقولوا للسيدة؟ شكون هاد الام اللي كدوي عليها؟ امتها الدرية جداها، جداها حفيدة عيطت على جدتها الدرية. يعني كدوي على الجدة الأم ديال المرأة اللي ولدتها. دابا الناس باش يفهموا ملي تقولي لي أمها قولي لي اللي رباتها ولا اللي ولدتها باش نستفهم. لا قلت لها جداها ماشي أمها، أمها راه هي ربيعة اللي مربياها. إوا وليدي قالت لها شوفي أش كاين أنا نصار عيني دابا أش كاين؟ قالت لها شوفي يا حفيدة أعطي السيدة لأمها، هذيك هي أمها، أنا لا تابع لا متبوع، ما تدخلينيش في هذا الشيء. مشات المرأة بحالتها، هزينا حنا بنتنا وجبناها لداري هنا. جات معايا ربيعة وجابت بنيتها، فرحت بيها لا إله إلا الله، مشى ما بقيناش لنا حتى واحد. دارت لي أسبوع وفرحت بيها. بنت عمي مشات بحالتها،
من تما ما بقيتش شتا. اشوف دابا شحال من عام هذا يحتاجت هي يعدي هنا. قالت لي حافظه هي اللي فاس في هي اللي فاس في وهي اللي كانت كتعرف الجده والام الاصليه ديال ايمان. هي اللي كتعرفها. ما انا قلتها لك وليدي انا غنكذب لك على هذا الشيء الصراحه. انا قلتها يوم مشات ملي صيفطت لي بنتي جات عندي قالت لي ها كاين وكاين. قالت لعمتها انا كتقول لي امي وهذه قالت لي عمتي وولادي كتقول لهم عمامي. انا بنت ثلاث ايام ربيناها امها خدامه وانا قالت عدي. حتى دارت عمت هذيك الدريه الصغيره عيطت لخوتها قالت لهم صيفطوا لي وحده من بناتكم انا ربيت بنيه صافي وليدي هي هادي. من تما مهمتي ما بقيتيش كتشوفي حفيظه. وانا قلتي انت تبقاي تحلفوا واللي كاين هنا قلت وليدي معاك مهمتي. انا سولتك حيت قبيله باش نشرح لك الناس انا كنفهموا كيعرفوني كنقول لي كاين قبيله مجمعين دابا التصوير كاين هادشي كيتصور داكشي اش كنعاود نسولك دابا الناس اللي كتشوف معانا انا غادي معاك مهمتي. انا عرفتكم كتشي اييه دابا ملي كنسجل اييه راه انت اللي قلتي لي وليدي انا قلتي لي انا ندير وجهي وندوي وانا ما حشمانش وما خايفاش مزيان. دابا حفيظه شحال ديما شتيها دابا واش نقول لك قبلي وراه جايه 30 عام ولا قوى. انا ما كنكذبش ما عمرني شتا وانا ما بقيتش نمشي للاسف. ماتت لي امي ومات اخوتي ما بقيتش مشيت. لا خويا اللي باقي عندي هو المسكين كيتوحشني وجي عندي. انا وليت عيانه ما بقيتش نقدر نركب في الكيران والله وليدي نتقبح عليك ربي ما بقيتش نقد نبرك فيها. دار لي ولدي على كرسي وراجع الكيران نمشي في الكيران. الله يحفظك امي شكرا لك. الله يستر انا معاك امي. الله يحفظك. مشاهدينا الكرام لتنوي الراي العام اكثر الشيء الجميل في الموضوع وهذا ان دل على شيء انما يدل على حسن النيه هي الابنه ديال المهم حجوبه اللي مشات لاسفي ما شافوش حفيظه وهي كانت باقا صغيره قالت لك انا ندي الاجر ونمشي نشوف الموضوع مع حفيظه بحكم ان امي كتشهد انه حاضره لهذه الامور. انتقلت لاسفي الناس تواصلت معهم في المقرب اللي عطاوها العنوان النقاش ديالها مع حفيظه اللي هي الان في جوهر الموضوع وهي الصندوق الاسود للمعطيات. غادي نشوفوه معها. انت بنت امي محجوبه مشيتي شديتي الكار ومشيتي لاسفي وكتقلبي ملي شتي الفيديوهات شتي الجمعيه الهيئه الحقوقيه شتي الامور بغيتي توصلي للهدف فين هي الام ديال ايمان عاودي لي. انا كنت كنتواصل معها في التليفون ايمان النهار اللي جات عندنا حنايا قالت لنا قلت لها غنجيب لك العنوان ديالها ولا نمره التليفون ديال الحفيظه. انا من شت قالت لي هضرت معايا في التليفون قلت لها صافي انا غنمشي نقلب لك. مشيت انايا قلبت لها في اسفي على العنوان جبت لها العنوان ديالها وعطيته لها. هذا الشيء اللي تواصل دخلت عندها ولقيتها هي مريضه مسلوبه بنت عم امي حفيظه صافي. جبت الايمان جبت لها العنوان ديال الدار والحي اللي ساكنه فيه والزنقه. انت ما قدرتيش تسوليها تقول لها قولي لي ما جبتش ما هدرتش معايا وقالت لي بنتها قالت لي امي مريضه قالت لي امي مريضه ولقينا نيت مسلوبه مع السداري ودايره هكا مغيبه ما قديناش خفنا لا نداو نهضروا معاه خفنا لا تموت لينا ولا شي حاجه. كتعرفنا حنايا عندنا هنايا البطل على الجهد. انا تخلعت قلت خليتها تجي ونعطيها انا مرات العنوان ديال الدار والزنقه وتمشي هي تقلب حيت هي داكشي اللي قالت لي قالت لي جيب لي على العنوان. وبنتها بنتها اللي باقا بصحيح عرفتك انت اللي جيتي؟ لا جاتني عرفتني انا جايه نزور خالتي. ما سولتيهاش هي ما قلتيش لها هذه القضيه؟ حيت انا المعني بها هي اللي جايه باغا نقول لها اشنو كان. يعني انت دابا عرفتي الامور صعيبه قلتي نجيب لها غير العنوان والادريس وتعرف فين والتليفون. حيت انا كنت باغا نجبد مع بنت عم امي بغيت نجبد مع الموضوع زعما لقيتها ناعسه مريضه مسلوبه صافي تخلعت وما قديتش نجبد خفت لها انا لا تقدر توقع لها شي حاجه. قلت انا العنوان هي بغات لي العنوان ايمان بغات لي العنوان انا جبت وصلتيها تبارك الله والهيئه وايمان وصلتيهم للام لامي حفيظه راه درتي خطوه كبيره تبارك الله الله يقبل اجرك. احنا باغيين على الخير وبغينا احنا تعرف وليديا احنا نهار الاول بغينا راه من راسي وجبد انا تا انا راه كنت انا في الوضعيه ديالها راه انا باغا الام البلوجيه ديالي والاب ديالي تا انا باش نرتاح واخا يكونوا كاتبين لي واخا يكونوا باغا انايا والديا الحقيقيين.
يعني درتي درتي راسك بلاصتها من النهار الاول. انا من النهار اللي جات عندنا راه قلت لها صبري عليا بما قلبت لك، راه من شحال هذه وحنا ما بقيناش تنتواصلوا مع بنت عم امي. راه من شحال هذه وهذا هو اللي كاين. الله يقبل اجرك. شكرا لك مشاهدينا الكرام. غادي نشوفوا مع اللي هي في جوهر الموضوع وصراحه العمود الفقري ديال الملف اللي دارت هذه الخطوات، تواصلات مع امي محجوبه والابنه ديالها باش نوصلوا الخيوط فينا هي الام ديال ايمان. استاذ حسناء، هذه خطوات ايجابيه عطاتك القصه والراي العام تبع هذه هي الحدود، كيفاش كتشوفي الامور؟ صراحة هو هاد قبل ما ندخلوا في هاد الأسبوع هذا، ملي تواصلت معي إيمان وقالت لي راه بنت مي محجوبة راه جابت ليها العنوان كيف ما وعدتها، كان عندي واحد النقاش مع إيمان. عنده علاقة بما هو شق اجتماعي صرف، عنده علاقة بموضوع الإرث ديالها، يعني حيت خفنا يكون واحد يتخلق لها مشكل إلا مشينا في الشق القانوني. وفي نفس الوقت هاد المسألة ديال هاد السيدة هادي اللي يعني كيف ما قلت لهم إيمان كتقدم خطوة كترجع 10 اللور لأن كتعتبرها في مقام الجدة ديالها. أمي حافظة اليوم كتأكد أنها شداتها ملي كانت عندها 3 أيام ويعني سهرات على التربية ديالها وهذا، فهنا كيبان هذاك الرابط القوي اللي خلانا حنا كهيئة دائما تنتكلموا ان الشق الاجتماعي ديالنا حاضر بقوه، ما نقدروش نفصلو، يعني ما نجيوش نخدموا واحد الحق ديال واحد الانسان ونقدروا نضربوا يعني نضروا اسر، وهذا الشيء اللي وقعنا فيه اليوم. فاليوم منين ناقشت مع ايمان وكيف ما يعني راه وريتكم في السابق الشكايه اللي موجوده وهذا، يعني بقيت في نقاش معها في حضوركم استاذ يوسف، فقلنا لي مالا انه تكون هذه الخطوه الحبيه اننا نتواصلوا مع الاسره ديال مي حفيظه محجوبه عفوا، نشوف فين غيوصلنا هذا الخيط. وفعلا احساسي انا الشخصي ما خيبنيش، ان الناس يعني ان اتصلت بهم جاوبتني الابنه ديالها اللي هي ملكه، جاوبتني بنت مرت الابن ديالها، واقترحت لهم اننا تكون واحد الجلسه حبيه، وفعلا ما يعني ما رفضوش نهائيا لدرجه ان قلت لهم غنجيو عندكم دابا، وقال لك مرحبا بكم، الباب ديالنا مفتوح وفعلا استقبلونا احسن استقبال. ملي تكلمنا عليهم لقينا بانهم اسره محافظه، انهم ما شاء الله عليهم ما عندهم ما يخبيو، فالحمد لله. يعني واحد المكتسب اللي اكتسبناه اليوم هو ان ايمان هذاك الحضن اللي كانت كتسائل كتقول مي محجوبه راه كانت مقام الجده ديالي وانا مي فقدت الام ديالي فقدت حتى هي، هذا الامر ما بقاش، يعني رجعات الحضن ديال هاد الاسره. وان شاء الله من عندهم يعني هاد المعلومات اللي عطاونا خصوصا يعني اكدوا لنا العنوان بان السيده راه باقا حيه ترزق ولا ربما نقدروا نتواصلوا معها، فان شاء الله حنا راه غادي نتبعوا في هاد الاتجاه. واللي كنفرح ليه بزاف هو ان ايمان رجعت للحضن ديال الجده ديالها، واخا ماشي الجده البيولوجيه. انا دائما كنقول لايمان كنقول لها شوفي راه اللي يعني الاباء راه ماشي اللي ولدوا، راه اللي رباو حتى الجده، وهذا الشيء هو اللي تاكد اليوم. وان شاء الله نتمناو الخطوه الجايه اننا نتلاقاو بحفيظه وانها تقول الحقيقه. هذا دابا الشوط الاول توفقنا فيه، فهمنا الامور، دابا الشوط الثاني تنطلبوا الله تعالى ما نوصلوش للاشواط الاضافيه والبلنتيات هو القضاء. يا ربي توفقوا باش تدوز الامور، تعرف الام ديالها. الكلمه الاخيره مع ايمان. واخ واخ وحن قلبها وترحم بها بنت عمي. الا شافت الاذاعه، شافتنا في الاذاعه، راه تحن بقلبها وترحم هذه السيده. الكلمه الاخيره مع ايمان، كيفاش كتشوفي الامور؟ مي محجوبه حداك، هذه هي الحدود اللي عندها بنتها تبارك الله، مشات تلاسفي وغادي نشرح انا الامور، دارت الخطوات. المهم مشات توفقات، جابت لك لادريس، عرفتي حفيظه فين كاينه، كيفاش كتشوفي الامور؟ كنشوف الامور بان بقات لنا شخص واحد هو حفيظه. يا حفيظه. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا هذا هو الموضوع، ايمان 26 سنه اللي تنوي الراي العام، اكثر مجموعه من الاسئله غادي تطرح في الموضوع اللي تنوي الراي العام بشكل مختصر. ايمان 26 سنه توفات الام ديالها قبل بثلاث ايام، خبرتها بسر انا ماشي امك وهذا ماشي باك، عطاتها جوج الاسماء، عطاتها حفيظه وعطاتها محجوبه اللي هما عارفين الاسرار ديال شكون هي امك وشكون هي باك. من هنا بدات الخيوط. الخطوات الاولى اللي دور الهيئه الحقوقيه مشكوره بشكل كبير اللي خدات الملف بشقين، اجتماعي وقانوني كذلك، لا زالت في الود فيما هو اجتماعي. اول لقاء، اول ظهور المي محجوبه اللي عطات الشهاده ديالها امام الله وامام الراي العام، هالحدود ديال كيفاش هاد البنيه تزادت،
ها كيفاش تعطات، ها شكون اللي كان شاهد في هاد الحدود هنا. من بعد الاخ الابنه ديال المهم حجوبه هي ساهمات مشات للاسفي. السؤال المطروح نظرا لبعد المسافه وبعد التواصل بين العائله ديال المهم حجوبه وامي، الا كانت منى الا في هاد السن امي حفيظه، اعتقد ما تيتواصلوش سنين طوال عن طريق العائله والناس في القريه وفي الباديه اللي قدرت توصل لادريس ديالها في اسفي وانتقلت ووصلت للهدف اللي هو جابت لها العنوان. الشك الثاني اللي كيبقى لنا في الموضوع هو حفيظه، ارجوك ان تساعد ان تساعدينا في هذا الموضوع من اجل الوصول للمبتغى. هاد السيده تشوف امها وباها نظرا الوضع الصحي ديالها اولا، ثم الحق ديالها في القانون، ثالثا حتى لا تقع في امور بين قوسين. ممكن هاد الشابة تواصل مع شاب تكلم معاه وتوصل معاه للزواج وهو يكون خوها، علاش ما تعرفش شكون هي امها وشكون هما خوتها؟ مشاهدينا الكرام، نحن نتتبع هذا الملف وسوف نوافيكم دائما بالجديد في حالة اي جديد في الموضوع. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.